لا يزال لبنان يتربع على عرش الدول من حيث الإحصائيات السلبية، فبعد أن صنف من بين أتعس البلدان في العالم، ها هو يحصد المرتبة الأولى من حيث نسبة الغضب الشعبي. إنه كله متوقع يعني بلبنان، يعني باليأس وبالزعل وبالتعصيب، إنه أقل شيء يعني لازم يطلعوا بعد إنه الأول بالتحمل، تحمل المصايب. قد ايه بتعصب أو بتغضب بالنهار؟ كثير. ليه؟ شو الأسباب يعني؟ لأنه أيام وعرة. قد ايه بتعصب بالنهار؟ أوه قد ما بدك. كثير؟ قد ما بدك. ليه؟ شو الأسباب؟ كل شيء. كل شيء بعصب، يعني هلا في بحر ما في سمك. بعصب الواحد فيه، بس يعني نتسلى، لا أكثر ولا أقل. ما كنا هيدي نعرفها، هيدي الايام هي اللي مرت علينا، هيدي بحياتنا ما صارت اول مره. بالحرب ما صارت؟ لا والله بالحرب ما صارت. قد ايه بتعصب بالنهار؟ اوه قد ما بدك، ضل معصب 24/24. الحال مغير البلد. اوضاع معيشية ومالية مزرية ومتردية، نسبة بطالة تفوق 60%، عدم استقرار اجتماعي، انعدام الخدمات الأساسية وغيرها، أدت إلى هلاك شعب كان من أسعد الشعوب. الغضب اللي موجود صار منه طبيعي، يعني لحتى يبين وينقاس بهذه الطريقة، فصرنا عم نحكي عن مستوى كتير عالي. نحن نعتبر أنه من البلدان اللي شعبه عنده مناعة، والشعب اللي بيقدر يعمل يتكيف سريعا مع الحالة، واللي بيضحك ومبسوط وبيتسلى وبيحولها لنكتة، فتيطلع عنده مستوى الغضب كتير عالي يعني صارت كتير مش مقبولة بقى. أما انعكاس حالة الغضب والتي يعاني منها نصف الشعب اللبناني، فكيف ستنعكس على السلوك المجتمعي؟ نحن بمجتمعنا معروف كتير بالفترة الأخيرة أنه نحن عم نلجأ كتير للعنف، يعني العنف صار كتير متفشي على صعيد العائلة، على صعيد المجتمعي بالطرقات، وبلس الظاهرة الكتير كبيرة يلي هي وجود السلاح بين الناس، يلي هو ممكن هلأ بكل سهولة واحد يضرب التاني، الأكسيدان اللي بيعلي شوي صغير الأدرينالين ممكن يؤدي أنه واحد يقوم يحمل سلاحه ويكون في يبين العنف، يعني بما معناه يعمل ريفليكسيون على الآخر ويؤثر فيه سلبا، يؤدي لحالات أو عنف مع الذات يلي هي توصل للانتحار، أو عنف مع الآخر يلي هي توصل لقتله. إذن المسؤولية في الدرجة الأولى تقع على الدولة اللبنانية التي أمعنت في إذلال مواطنيها وحرمانهم من العيش بكرامة، على أمل ألا يحصد لبنان المزيد من الألقاب المشؤومة.